المجلس الوطني للصحافة بعد أيام سوف يصبح في وضعية فراغ مؤسستي. ماذا يجب أن تفعل الحكومة؟ هل يجب أن تتفرج على هذه المؤسسة ولا نبقى في وضعية فراغ مؤسساتي؟ كان حديث واش ما يمكنش نمددو لهذه المؤسسة هذه في إطار مرسوم يعني بقانون اللي غيتحال بالمناسبة ماشي فقط سوف تصادق عليه الحكومة وينشر في الجريدة الرسمية، بل ستصادق عليه الحكومة وسوف يتم المصادقة عليه في اللجنتين البرلمانيتين، يعني اللجنة في مجلس النواب وفي اللجنة الثانية في مجلس المستشارين. فكان التوجه هو أولا هناك وضعية يجب في الحال أننا نعالجها، لكن المعالجة لا تقتضي أننا نمددو لشهور وشهور، يجب أن نمدد بشكل اللي في نفس الوقت نقولوا لهذه المؤسسات راه خص الانتخابات تعمل. فما نخليوش الفراغ ولكن ماشي عاوتاني نبقاو مطولين وممدين ومجبدين، لا. فالحكومة قررت أن المدة تكون هي مدة 6 أشهر.